هتوصل على لبنان إنها 7:30 مساء بتوقيت بيروت. أهلا بكم إلى المسائية. نبدأ بالعناوين مع لينا دوغان. مساء الخير. في عناوين المسائية أرجوك، يعني أنا مترضفة عن زملائي وعن الاجتماعي. سجال في مجلس النواب أعقب توافق اللجان المشتركة على المساواة بين القطاعين العام والخاص بشأن السلسلة. عبكرة رح نشعل سما بيروت بالإطارات المشتركة. أهالي العسكريين المختطفين يهددون بتصعيد تحركهم غدا بالتزامن مع جلسة مجلس الوزراء. داعش يتراجع 4 كيلومترات إلى الغرب من كوباني، وغارات التحالف الدولي تدمر مقرات يسيطر عليها. مساء الخير. باستثناء التحرك السياسي للرئيس سعد الحريري وعنوانه إجراء انتخاب رئيس جديد للجمهورية ووضع هبة المليار دولار السعودية موضع التنفيذ، فإن الحركة الداخلية اقتصرت على متابعة استماع المحكمة الدولية للشهود في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، وتحرك أهالي العسكريين المخطوفين، وبدء اللجان النيابية المشتركة من جديد مناقشة سلسلة الرتب والرواتب. وفيما هدد أهالي المخطوفين بتصعيد تحركهم اعتبارا من يوم غد، شهدت اللجان المشتركة مناقشات حامية على خلفية مساواة أساتذة التعليم الخاص بأساتذة التعليم الرسمي لناحية الدرجات الست. اللجان النيابية المشتركة شهدت أيضا نقاشات بروتوكولية بعدما حاول وزير التربية تجاوز نائب رئيس مجلس النواب. تقرير منير الربيع. داخل القاعة العامة بحث وجدية، في الخارج هرج ومرج. جلسة اللجان النيابية المشتركة كانت تناقش موضوع إقرار 6 درجات لأساتذة التعليم الخاص. تناقش النواب على مدى ساعتين مشاورات في الاختلافات، ما أخرج وزير التربية الياس بوصعب من الجلسة كما أخرجه عن طوره. للأسف ما قدرنا نوصل لهم، ما قدرنا نناقشهم. يمكن في مقررات رح تطلع، بس أنا شخصيا طالع اليوم ماني عارف شو هي النقاط اللي توافقنا عليها. خطوة بوصعب في التصريح قبل إعلان مقررات الجلسة استدعت تأنيبا من نائب رئيس المجلس فريد مكاري ليحصل أخذ ورد. لا لا لا، معلش معلش معالي الوزير، خلينا نحكي الأصول بعدين. بتمنى عليك معلش تعامل مع النواب بيكون بطريقة موضوعية أكثر. لا معلش، أرجوك يعني أنا مترضف عن زملائي وعن اجتماعي. وفيما تلا النائب إبراهيم كنعان بيان الجلسة، اتفق الجميع على المساواة بين القطاعين العام والخاص. إذا بتريدوا صار في مساواة بين القطاعين العام والخاص بما يتعلق بالدرجات اللي كانت معطاة للقطاع العام التربوي. تفاهم كل الموجودين أنه لا يمكن العمل إلا ضمن وحدة تشريع وعدالة بين القطاع الخاص والقطاع العام. انفض النواب من غرفة الصحافة، ومن كان يبحث بإعطاء حقوق الأساتذة سلك سلوك التلاميذ. أنا اللي عم أقوله ما في جدية بالتعاطي من قبل يمكن الأفرقاء السياسيين بإقرار سلسلة. أنا هذا النتيجة اليوم أنت لك، نتيجة المساواة كانت جيدة، ليش عم تطلع منها؟ ما أنت صار في، أنا مش عم زيد عليك يا معاليك. ليش ما طلع؟ لا يا عم طول بالك، ما طلع يا عم. وصلنا يا عم، روق شوي، وصلنا على المساواة أو لا؟ مبدأ المساواة وصلنا عليه. إذن تأجلت السلسلة وهي بانتظار استكمال البحث في مطالب العسكريين وأرقام الأساتذة، ما يعني إعادة الأمور إلى مربع البحث عن إرادات جديدة. جلسات اللجان كما يطير الحمام يحط الحمام، الإيجابية تكمن في الإطار العام والسلبية تكمن في التفاصيل، حيث لم يسجل أي جديد وأي تقدم، ما يشير إلى أن السلسلة ما زالت بعيدة المنال. من ساحة النجمة منير الربيع، تلفزيون مستقبل. وفي ساحة رياض الصلح هدد أهالي العسكريين المخطوفين بتصعيد تحركهم إذا لم يتلقوا تطمينات إضافية خلال 24 ساعة. تقرير سلمان العنداري. مرت سيول بيروت على خيم أهالي العسكريين المختطفين لدى الجماعات المسلحة، فأيقظت الأمطار ليلتهم الصعبة والباردة. نحن
احنا بوسط بيروت ما نمنا من الشتي ومن الرعد ومن اللمع، وكل الليل المي تحت منا الاولاد بجرود عرسال، اثر فيهم اثر فيهم رعب ودبح وبرد، كل الليل مي على الاولاد، صرت غيرت لهم بالليل كم مره يعني، وكل الليل هني مي يعني، اذا مرضوا هني راح يحكموا لي اياهم ما بيحكموا. صعلي قوي هيدي هيدي هالبنت بتسعل وبتتفوي، بتسعل وبتتفوي، وكل الليل ننقلم من محل لمحل، اخر شي جبنا الحريمات حطيناهم فوق منهم وقعدنا هون على الارض على الزفت على الرصيف. سنحرق سماء بيروت بالاطارات المشتعله، تحذير اطلقه الاهالي بعدما امهلوا الحكومه مده 24 ساعه اضافيه لطمانتهم، مهددين بتصعيد يشمل كل المناطق. من هلا اذا ما اجانا اي تطمين جدي وملموس على الارض، بتمنى بده يتحمل مسؤوليه كل من يعطل مبدا المقايضه تبع ابنائنا. صور المخطوفين تكدست والاطارات كثرت وكبرت وعلقت في كل مكان. والده المخطوف جورج خوري جلست على كرسيها غارقة في الدموع والأحزان. شو ذنبنا يا شباب؟ صرنا مريضين أعصاب ومريضين، أنا يمكن شوف ابني يمكن ما شوف، لأنه علي الدولة تتحرك ونجيب الولد. هو يوم جديد يضاف إلى يوميات الأهالي الذين تحولوا إلى عائلة واحدة تتقاسم لحظات الانتظار المستمر. تصعيد الأهالي قد يشمل قطع طرقات في مختلف المناطق اللبنانية وفي العاصمة بيروت، بالإضافة إلى إحراق الإطارات في الوسط التجاري، على هذا التحرك يؤدي إلى فتح قوة في جدار الاتصالات والمفاوضات. من ساحة رياض الصلح، سلمان العنداري، تلفزيون المستقبل. المحكمة الدولية الخاصة بلبنان استمعت إلى إفادة شاهد سري هو أحد مرافقي الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وقد تحدث عن تشديد الإجراءات الأمنية بعد تعرض الرئيس الشهيد إلى تهديدات من قبل رستم غزالي. على مدى 4 ساعات تولى فريق الدفاع عن المتهمين بدر الدين وصبرة استجواب شاهد سري هو أحد عناصر حماية الرئيس الشهيد رفيق الحريري ممن أصيبوا في انفجار 14 من شباط وكتبت له النجاة. في رده على الأسئلة كرر الشاهد حديثه عن تخفيض عدد العناصر الأمنية الرسمية بعد استقالة الرئيس الحريري عام 2004 من دون أن يتمكن من تحديد العدد المتبقي بدقة لصعوبة في التذكر. هذا الخفض دفع بجهاز أمن الحريري إلى زيادة عدد المرافقين المدنيين، يقول الشاهد متطرقا إلى مسألة اعتماد المواكب الوهمية في إطار تشديد الإجراءات بضوء تعرض الحريري لتهديدات من قبل الضابط السوري رستم غزالي. وفي سياق آخر يروي الشاهد أن الرئيس الشهيد كسر يده في سردينيا وقد كان رآه في فقرة قبل سفره وكان بخير، نافيا ما أشيع عن أن السوريين قد كسروا يده. فريق الدفاع ركز في استجوابه على غياب أحد عناصر الحماية يوم التفجير لأسباب طبية، وخاض استجوابا مركزا عن سبب تغيب اللواء وسام الحسن عن الحضور إلى قريتم ومرافقة الحريري إلى مجلس النواب يوم اغتياله. الشاهد جدد التأكيد أنه فقد جزءا من ذاكرته يتعلق بلحظات الانفجار، فآخر ما يتذكره هو خروج الموكب من نفق الفينيسيا، وذلك في معرض مواجهته أسئلة المحامين حول قوله في إفادات سابقة أنه لم يلحظ وجود سيارة ميتسوبيشي في المكان. وحكيت اللي شفته أكيد، يعني قلت لك أنه فقدت الوعي، بس شو تغير بعدين؟ يعني الواحد بس إلا لترجع ذاكرته، قلت لك أنا تهددت عدة مرات، وفي شغلات الله حكيتها من فترة، أنا أنت بتعرف يعني مش عم بلعب بالإفادة ولا عم بلعب بأي شيء، بس أنا ما مذكر شيء لأنه فقدت ذاكرتي 50 متر. بتذكر قبل مفرق فينيسيا وقفت، كان في سيارات قبل مفرق فينيسيا على اليمين وعلى الشمال توقف عادي، بس ما عندنا شغل نحن نوقفها للسيارات، مين صاحبها موكب ماشي وماشي خلط، هذا اللي بتذكره بس. في إفادته أيضا يؤكد الشاهد أن أجهزة التشويش في سيارات الموكب كانت تعمل. هيئة العلماء المسلمين دعت الدولة إلى تنفيذ وعودها في مخص الإنماء في طرابلس واعتماد استراتيجية مختلفة لإنقاذ المدينة.
الأوضاع الأمنية والاجتماعية والإنمائية في طرابلس كانت محور الاجتماع الذي عقدته هيئة العلماء المسلمين في مسجد عباد الرحمن في باب التباني، وأكدت الهيئة أن الاجتماع يأتي في إطار التصدي لما سموه مؤامرة تستهدف أهل طرابلس والشمال، لا سيما من خلال اتهامهم بالتعرض للجيش اللبناني. وشددت الهيئة على رفضها للاستنسابية في تصنيف المناطق وتطبيق القانون وسياسة الكيل بمكيالين اتجاه التدخل في الأزمة السورية. تستنكر الاعتداءات المشبوهة ضد مراكز الجيش في طرابلس لزجه في صراعات مع أهلها، وتطالب بتوقيف الفاعلين الذين باتوا معروفين للجميع لا سيما الجهات الأمنية. ثانيا، ترفض الهيئة استباحة مدينة طرابلس أو ضربها من قبل أي جهة وتحت أي ذريعة، وتطالب بالحد من الإجراءات العسكرية لإزالة الاحتقان داخل المدينة. الهيئة اتهمت حزب الله بإشعال فتنة في طرابلس، مطالبة الإعلام بالتزام الأمانة والموضوعية في تغطية الأحداث التي تجري، كما دعت الدولة لتنفيذ الوعود السابقة بإنماء طرابلس وصرف التعويضات لأهلها. تطلب الهيئة من أبناء طرابلس التحلي بمزيد من الوعي وعدم إعطاء الذرائع لأعدائها ليعملوا مكرهم فيها، وعدم السماح بعودة الفوضى العبثية إليها كما المتربصون بالمدينة. تدعو الدولة إلى اعتماد استراتيجية مختلفة لإنقاذ طرابلس تحقق العدالة والإنصاف، ولا ترتكز على الحلول العسكرية التي ثبتت ويلاتها وفشلها باعتماد المعالجات الاجتماعية والاقتصادية من خلال تأسيس مجلس إنماء لطرابلس والشمال. الهيئة شددت على إنهاء ملف الموقوفين الإسلاميين ومعالجة ملف الملاحقين، وكانت الهيئة قد نقلت هذه المطالب لرئيس الحكومة تمام سلام، مؤكدة أنها لن تسمح أن يتم إظهار طرابلس على أنها بؤرة للتطرف والإرهاب. في البقاع، نفى الشيخ مصطفى الحجيري انتماءه إلى جبهة النصرة، معتبرا أن المذكرة القضائية التي صدرت بحقه مسيسة يقف خلفها حزب الله. كان الأجدر بك أن تتحرك ومذكراتك لكي تقبض على الذين قتلوا رفيق الحريري رجل لبنان ورجل العالم. كان الأولى بك أيها القضاء أن توجه مذكراتك للذين قتلوا المصلين وهم في صلاة الجمعة في مسجد التقوى ومسجد السلام. كان الأولى بك أيها القضاء أن توجه اتهاماتك إلى من قتل الضابط حنا. كان الأولى بك أن توجه اتهاماتك إلى الذين يقصفون عرسال يوما بعد يوم. أما إلى حزب الله فأقول له: أبشرك بالهزيمة، والله ستهزم، والله ستهزم، ويهزم الطاغوت الذي تسانده. بعدما حجزت العاصمة اللبنانية بيروت مكانها في النهائيات، هل تكون بين عجائب العالم السبع الجديدة؟ تقرير غيدة جبيلي. بيروت، هذه المدينة العريقة والغنية بالأثار التي تعرضت للتدمير 9 مرات لتبنى بعدها على أنقاض المدينة المدمرة، حجزت إلى جانب العاصمة القطرية الدوحة مكانهما في نهائيات عجائب العالم السبع، لتكونا العاصمتين العربيتين الوحيدتين اللتين وصلتا إلى النهائيات، بانتظار أن ينصرهما التصويت أيضا في الجولة النهائية. وتنظم المسابقة مؤسسة العجائب السبع الجديدة التي تتخذ من سويسرا مقرا لها، وقد تنافست فيها 1200 مدينة عالمية منذ انطلاقها، لكن التصويت استقر على 14 مدينة هذا العام. ومن شروط عجائب الدنيا السبع الجديدة أن تكون بنيت بيد الإنسان قبل نهاية العام 2000، وأن تكون صامدة في وقت انتهاء التصويت. ويحق لأي شخص أن يصوت مجانا لمرة واحدة فقط على هذه الصفحة الإلكترونية، وخصصت أرقام هواتف للتصويت سواء عبر الاتصال المباشر أو بإرسال الرسائل القصيرة، على أن يتم الإعلان عن المدن السبع الفائزة في 7 كانون الأول المقبل. ما هي الطريقة المثلى لغسل اليدين في اليوم العالمي لغسلهما؟ تقرير رشا الحلبي. تجنب الأمراض، اغسل يديك بالماء والصابون.
هذه هي الرسالة التي وصلت عبر هواتفنا الخلوية اليوم بمناسبة اليوم العالمي لغسل اليدين الذي حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة. فإلى أي مدى يمكن لغسل اليدين أن يؤمن وقاية من الأمراض؟ وما هي الطريقة الأنسب لغسلهما؟ وهل من وعي كاف فعلا لدى المواطنين لأهمية غسل اليدين؟ تنزل نسبة الالتهابات أو البكتيريا الموجودة على إيدينا بنسبة أكثر من 75%. ننتبه أنه نحن قبل ما ناكل، قبل ما نحط إيدنا على طنا، أو حتى الأحسن مثلا كل 4 ساعات نغسل إيدينا، لأنه خلال هول 4 ساعات ما بنعرف شو بنكون لقطنا أو ما بنعرف عمين بنكون سلمنا. بطريقة تتعدى 30 ثانية. 30 ثانية كتير مهمين بغسيل الإيدين. أوكي، طريقة غسيل الإيدين هي بنعرفها كلنا، نحط ماء على إيدينا، ناخد الصابون، نلغي الصابون 30 ثانية، لازم يتغسلوا الإيدين من جوا، لازم يتغسلوا من الإيدين كمان على الظهر تبع الإيدين وبين الأصابع. غسلنا إيدينا كتير اليوم. شعرت 30 مرة وسبيرته. لا ما تخافي، ما تسلمي على حدا يكون موبوء. 30 seconds 1 minute ما بعرف انه ولا مرة، اكيد مش 1 minute، لا ما حضلني دقيقة فوق المغسل. ما بعرف، بس حس انه دبق او شيء او بدي اغسل. يعني في الظاهر كل ما هذا لاقي المية قدامي بغسل. انا بعدني اكلت شيبس وايدي مش نضاف ابدا. اكثر شيء بدنا ما اكون بالشغل من بعد ما امسك شيء غبره هيك. سلمت على واحد جيب سبيرته بسلمه، حط سبيرته لحتى يمتن العدوى. اما الغايه من تخصيص يوم عالمي لغسل اليدين فهي رفع الوعي باهميه غسل اليدين بالماء والصابون. النشرة بعد الفصل. المعارضة السورية تتقدم في ريف إدلب والنظام يصعد في دمشق وريفها. الحوثيون يواصلون تمددهم في محيط صنعاء ويشتبكون مع القاعدة. المسائية مستمرة وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أخبار. سجال بروتوكولي في مجلس النواب عقب جلسة اللجان المشتركة. أهالي العسكريين المختطفين يهددون بتصعيد تحركهم غدا. وبيروت في نهائيات عجائب الدنيا 7 الجديدة. أعلن التحالف الدولي أنه شن اليوم 5 غارات على مواقع داعش في العراق و18 غارة على أهداف للتنظيم في محيط مدينة عين العرب السورية، مما أدى إلى تدمير عدد من المباني التي كان يسيطر عليها. هذا وتراجع مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية 4 كيلومترات نحو الغرب من مدينة عين العرب كوباني بوجه المقاتلين الأكراد الذين أحرزوا تقدما في العديد من الجبهات. نجح المقاتلون الأكراد المدافعون عن مدينتهم عين العرب أو كوباني بدفع مسلحي تنظيم الدولة إلى التراجع 4 كيلومترات على الأقل نحو الغرب من المدينة التي يحاولون السيطرة عليها. وأكد مصدر كردي أنه مع تراجع داعش يتقدم المقاتلون الأكراد شرقا ويقومون بعمليات تمشيط قرب المربع الأمني بهدف استعادته بوقت قريب. وقد استعاد المقاتلون الأكراد موقعين من تنظيم الدولة الإسلامية شمال عين العرب بعد ساعات على استعادتهم بلدة تل شعير الاستراتيجية، فيما أدت المواجهات القائمة بين الطرفين إلى سقوط قتلى وجرحى. هذا وتستفيد القوات الكردية من الغطاء الجوي الذي تستكمله الدول العربية والغربية المشاركة في التحالف الدولي لضرب داعش. في هذا السياق شنت طائرات التحالف غارات جديدة على مواقع وأهداف لداعش غرب المدينة الحدودية مع تركيا ومحيطها، وخصوصا قبالة معبر مرشد بنار وبالقرب من قرية علبلور مركز تجمع آليات تنظيم الدولة. وقد أدت الغارات الأخيرة إلى تدمير 16 مبنى في محيط عين العرب كانت واقعة تحت سيطرة داعش. المرصد السوري لحقوق الإنسان أعلن أن الغارات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة قتلت 32 متشددا على الأقل بعدما أصابت مباشرة أهدافا لداعش في كوباني الأسبوع الجاري.
رد نظام الأسد على إنجازات المعارضة في ريف إدلب الجنوبي بغارات مكثفة على الغوطة الشرقية، فيما دارت اشتباكات ضارية في حي جوبر الدمشقي الذي قالت المعارضة إن النظام قصفه بغاز الكلور. يشهد ريف دمشق تصعيدا عسكريا من قبل نظام الأسد الذي أطلق العنان لطيرانه الحربي لينفذ غارات جوية متتالية مركزة وعشوائية أسفرت عن مجزرتين في الغوطة الشرقية، إحداهما في مدينة عربين والثانية في بلدة عين ترمة، أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين. ونبقى في ريف دمشق حيث تواصلت الاشتباكات في جبال القلمون بين فصائل المعارضة وكتائب الأسد المدعومة بعناصر من حزب الله. وفي دمشق بقي حي جوبر في عين العاصفة، فالطيران الحربي شن غارات جوية متتالية وسط أنباء عن تسجيل حالات اختناق جراء قصف حي جوبر بغاز الكلور، فيما تستهدف مدفعية الدبابات أطراف الحي وسط اشتباكات عنيفة بين الثوار وقوات النظام. كما نفذ طيران النظام أكثر من 20 غارة وألقت المروحيات 25 برميلا متفجرا على مدينة مورك بالريف الشمالي لحما. من جهة أخرى اغتال المسلحون مجهولون النائب في مجلس الشعب السوري وريس اليونس بإطلاق الرصاص على سيارته في محافظة حما. وبعد معارك عنيفة بين الثوار وكتائب الأسد بريف إدلب الجنوبي، حرر الثوار حاجز الغربال القريب من تجمع الحامدية ووادي الضيف. لليوم الثالث على التوالي اقتحم نحو 100 مستوطن يهودي باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، كما اعتد رجال الشرطة على المصلين بباب الأسباط فور الانتهاء من صلاة الفجر وبينهم عدد من النساء. وكانت لجنة المتابعة العربية العليا أعلنت الأربعاء يوم نفير لنصرة المسجد الأقصى بوجه اعتداءات المستوطنين المتواصلة عليه. واصل المتمردون الحوثيون تقدمهم في اليمن وانتشروا في منطقتي إب وذمار جنوب صنعاء بعدما أحكموا قبضتهم على الحديدة ومينائها الاستراتيجي على البحر الأحمر. هذا ونفى الجيش دخول الحوثيين إلى محافظة تعز جنوب غرب اليمن متوعدا بالتصدي لأي محاولة من هذا النوع، كما قتل 5 حوثيين و6 من عناصر القاعدة خلال مواجهات خاضها الطرفان في محافظة البيضاء وسط البلاد حين كان يحاول الحوثيون دخولها. قتل 12 شخصا على الأقل في مواجهات بين الجيش الليبي وميليشيات مسلحة في بنغازي، حيث حقق الجيش تقدما مهما بعدما دخل المدينة. وفيما اقتحمت فرقة المشاة مدينة بنغازي من الشرق والجنوب، اندلعت اشتباكات بين الجيش الليبي وميليشيات فجر ليبيا غرب العاصمة طرابلس. عشية الجولة الثامنة من المفاوضات النووية بين إيران ومجموعة الخمس زائدا واحدا اجتمع في فيينا وزيرا الخارجية الأمريكية جون كيري والإيرانية محمد جواد ظريف بحضور المنسقة العليا لسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، وتركز البحث على سبل حل العقبات التي تحول دون التوصل إلى اتفاق نووي شامل بشأن برنامج طهران النووي. وقد قالت واشنطن اليوم إن وفد التفاوض الإيراني يريد التوصل إلى اتفاق، ولكن على طهران اتخاذ بعض القرارات المهمة. بعد الفاصل في النشرة، بري من جنيف يقول إن الدعم الدولي لمعالجة مشكلة النازحين لا يكفي. ومياه الأمطار تجتاح نهر العاصي. أهلا بكم من جديد. من جنيف أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن الدعم الدولي لمعالجة مشكلة النازحين لا يكفي. حين تدخل الحرب من النافذة يخرج الإنماء من الباب، وحيث الإرهاب لا تنمية. بهذه العبارات اختتم رئيس مجلس النواب نبيه بري كلمته في قمة القيادات العالمية للاستثمار التي عقدت في إطار أعمال المنتدى العالمي للاستثمار والذي تنظمه الأمم المتحدة بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي في مقرها في جنيف، حيث دعا أيضا إلى تعزيز الجهود الدولية من أجل دعم لبنان والدول المجاورة له لمواجهة تصاعد الإرهاب التكفيري والمساعدة في أزمة النزوح السوري، مشيرا إلى أن الدعم الدولي في هذا الإطار لا يكفي. إننا ندعو إلى تعزيز الجهود الدولية أولا في إطار مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان في الأمم المتحدة وفي إطار هذا المنتدى العالمي للاستثمار، ثانيا لدعم لبنان بمواجهة تصاعد الإرهاب، ثالثا إلى تعزيز موقع لبنان كمركز للسلام وحوار الحضارات
وكمركز مستقبلي لسوق عربية مشتركة ومتوسطية مشتركة. رابعا، إننا ندعو إلى دعم جهود دول المنطقة لمواجهة الإرهاب التكفيري ومحاولة تهجير فئات من السكان وبالتالي تقسيم المقسم في المنطقة سيما في سوريا والعراق لا أريد أن أعدد. وفي ختام أعمال القمة أبدى كل من القادة والخبراء ملاحظات حول ما جرى، لا سيما حول توفير مناخات الاستثمار في الدول النامية وخلق جيل جديد للمستثمرين. في البقاع خطف مجهولون الليلة الماضية خالد الحجيري ونجله وصهرة في مشاريع القاع، فيما تم إطلاق المواطن توفيقه بمقابل 50,000 دولار. أفرج عن توفيق وهبي الذي اختطف الأربعاء الماضي داخل بلدة عرسال على يد 4 مسلحين. وهبي وهو من بلدة تربل في قضاء زحلة كان يزور عرسال أسبوعيا في إطار عمله كمندوب للمبيعات. الخاطفون طلبوا فدية بقيمة 100,000 دولار مقابل إطلاقه، إلا أنهم عادوا وخفضوها إلى 50,000. وبعد إطلاقه استقبلت تربل ابنها وسط فرحة عارمة. طلعت من محل وبطلع طول، أنا كل مرة بطلع سيابت سيارة وقفت قدام سيارتي دغري، ونزلوا منها 4 مسلحين لتمين ولابسين جعب وسلاح، سحبوا علي سلاح وحطوني بسيارتهم وأخذوني بالجرد، برموا في كل النهار لعتمت الدنيا، أكيد أنا ملتم يعني ومنزلين لعيوني، واخذوني اخر شيء على بيت ضلتني فيه لليوم. وشكر وهبي رئيس بلدية عرسال علي الحجيري وجميع من ساهم في الافراج عنه. رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع شجب تعميم ثقافة الخطف بين اللبنانيين. أسف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إثر اجتماعه إلى وزير الداخلية نهاد المشنوق من تبري كل الأجهزة الأمنية من قضية خطف المواطن توفيق وهبي في عرسال وقولها بأنها لا تتمتع بنفوذ داخل البلدة. ورأى جعجع أنه كان بالحري على وزارة الدفاع أن تحذر المواطنين من عدم التوجه إلى بلدة عرسال إذا لا تستطيع ضمان أمنهم. وعن سبب غياب الدولة في عرسال أشار جعجع إلى أن الدولة تتحجج بوضع البلدة الميداني انطلاقا من تفاقم أعداد اللاجئين السوريين الضخمة وسواها. بلى، انعرفت الجهة لأنه صار في فدية اندفعت لشخص وهالشخص أخذها لأشخاص وكله معروفين. مشان هيك بدي اعتبر اللي عم بحكي اليوم بمثابه اخبار للنيابه العامه التمييزيه وللنيابه العامه بالبقاع، فيها تبلش من الشخص يلي اخذ الفديه وتلحقه لمين عطاها واللي عطاها لمين عطاها وتوصل للخاطفين وتوقفهم. انا رايي مش عمل فردي بس مش من جهات سياسيه. وفي معراب ايضا بحث جعجع مع نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري الاوضاع العامه، وشدد الطرفان على وجوب إجراء الانتخابات الرئاسية اليوم قبل الغد وفي أسرع وقت ممكن. أكدت الأمانة العامة لقوى 14 من أذار بعد اجتماعها الأسبوعي أن تورط حزب الله في الشأن السوري وأن تغليبه لمصلحة إيران على المصلحة الوطنية يتطلب السعي باتجاه انتخاب رئيس جديد للبلاد والوقوف صفا واحدا خلف الجيش اللبناني والتمسك بالدستور وبالقرارات الشرعية الدولية. إن مغامرات حزب الله الحربية وإهاناته السياسية الإقليمية تعيد لبنان وقد أعادته بالفعل إلى العيش تحت تهديد تجربته الفريدة من خلال تغييب الحزب لمصلحة إيران على المصلحة الوطنية ومن خلال مشاركته على طلب إيران في القتال الدائر في سوريا والعراق واليمن. أخبار محلية متفرقة في هذا التقرير. بحث رئيس حزب الكتائب الرئيس أمين الجميل مع السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسبيكين التطورات السياسية في لبنان والمنطقة. زاسبيكين دعا القوى اللبنانية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب رئيس في أقرب وقت. الأوضاع العامة والمستجدات في لبنان والمنطقة كانت محور الاجتماع الذي جمع رئيس كتلة المستقبل الرئيس فؤاد السنيورة بسفير النرويج في لبنان 7S. أوضاع مدينة طرابلس في ظل تنفيذ الخطة الأمنية كانت مدار بحث بين وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق والنائب محمد الصفدي. المشنوق استقبل رئيس حركة الأرض طلال دويهي وعرض معه عمليات بيع الأراضي التي تحصل في بعض المناطق.
التطورات في لبنان والمنطقة بحثها مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان مع سفير بريطانيا في لبنان توم فليتشر، كما اجتمع المفتي دريان إلى النائب قاسم هاشم. نفذ طلاب الجامعة اللبنانية الفرع الخامس في صيدا اعتصاما في باحة كليات الحقوق والعلوم السياسية احتجاجا على رفض رئاسة الجامعة فتح صفوف الدراسات العليا وحصرها في بيروت من دون أي مبرر إداري أو قانوني. أطلق محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر حملة تلقيح ضد شلل الأطفال بالتعاون مع رئاسة قسم طبابة محافظة بعلبك ومنظمة اليونسكو، مشيدا بأهمية هذه الخطوة في تحصين الأطفال. مياه السيول الناجمة عن الأمطار اجتاحت نهر العاصي مخلفة أضرارا مادية كبيرة. على غرار كل عام يغرق لبنان مع كل شتوة، وسرعان ما تتحول الأمطار إلى كارثة. ففي منطقة الهرمل اجتاحت مياه السيول جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها وادي نهر العاصي مخلفة أضرارا فادحة في المقاهي وأحواض السمك القائمة على امتداد مجرى النهر. وارتفع منسوب المياه أكثر من متر بعد هطول الأمطار الغزيرة عند ساعات المساء في المرتفعات الجبلية والسهول المجاورة لتصب في مجرى النهر حاملة معها الأتربة والأحجار وأغصان الأشجار، كما جرفت بعض المنشآت القائمة على ضفاف النهر. الطوف اللي إجا من الغرب ومن الشرق هي أول مرة نتفاجأ بهذا الطوف، طبعا ما جاب الطعم بس أزرت أزت قد ما بدك. إنه هذا السائل أكبر سائل بشكل ضرر لأنه إجا بشكل مفاجئ، عادة كانت تيجي سيول بس نعرف فيها، بس هذا السائل إجا بشكل مفاجئ، يعني عندنا زبونات قاموا هربوا، يعني العدة بالأرض كلها شالتها. نحن ولا مرة إجوا قالوا نحن بدنا نعوض عليكم يا خيي، بدنا نعفيكم من الضريبة، بدنا نعفيكم من الكهرباء، بدنا نعفيكم، يعني حتى أبسط الأمور الخدماتية ما عم تقدمها وزارة السياحة. وتسببت الأمطار الغزيرة بنفق السمك وهروبها إلى مجرى النهر، كما غطت مقاهي العاصي الوحول والأتربة ما تسبب بأضرار جسيمة. الآن نصل إلى الفقرة الاقتصادية مع ريما نجار. بونسوار. نبدأ جولتنا على أسواق اليوم مع كونفرس، صانع الأحذية الأمريكي اللي عم بيقاضي 31 شركة بحجة أنها عم بتقوم بنسخ تصميم حذاء تقليدي. دعوة يلي رفعتها كونفرس طالت شركات مثل والمارت ورالف لورن، ونقلا عن الرئيس التنفيذي للشركة فبيقول أنه كونفرس بترحب بالمنافسة العادلة، وأما بموضوع نسخ الحذاء فالشركات ما بتملك الحق للقيام بهالشيء. ومننتقل لبنك الكويت الوطني، أكبر بنك تجاري بدول الخليج، لأعلن عن انخفاض بنسبة 15.5% بصافي أرباح الربع الثالث. وبالأرقام سجل المصرف أرباح صافية بقيمة 59.1 مليون دينار بالأشهر الثلاثة المنتهية ب 30 أيلول مقارنة ب 70.1 مليون دينار بالفترة نفسها من السنة الماضية. أما التوقعات من قبل العديد من المحللين فقد بلغت 78.95 مليون دينار، وهي أرقام بعيدة جدا عن الأرباح الفعلية يلي سجلها المصرف. ومنها مع مستشفيات النور بالإمارات العربية المتحدة اللي رح بتخصص نحو 200 مليون دولار لعملية الاستحواذ سنة 2015 بهدف توسيع عملياتها بالسوق المحلية وأيضا بدول الخليج الأخرى. بحب أذكر أن مستشفيات النور واحدة من أكبر مقدمي رعاية صحية الخاصة بالإمارات، حققت 3 عمليات استحواذ بالبلاد خلال السنة الحالية بما فيهم مركز السرطان. هيدا كان كل شيء لليوم، شوفكم بكرة. ماذا في أحوال الطقس؟ نتابع مع كريستال عبد الساتر. بونسوار. منخفض جوي موجود فوق تركيا عم بيؤدي إلى طقس متقلب، التفاصيل كلها أكيد منشوفها بعد شوي. ننتقل هلأ على فقرة صورة وشمسية، بذكركم أنه موضوع هذا الشهر هو الغيوم. بعتونا صوركم تتربحوا معنا جايزة بكل آخر الشهر. وبعد فقرة صورة وشمسية بنوصل هلأ على الدول العربية تنشوف كيف عم بيكون طقسها. منبلش على الخريطة مع القاهرة 29، تونس 28، الرباط 25، الخرطوم 37 درجة، بغداد 35، دمشق 24، القدس 28، المنامة 36 درجة، والختام عم بيكون مع الكويت 36، الدوحة 38، والرياض 36 درجة.
منوصل هلأ على طقس لبنان. لبكرة الخميس عم بيكون في عنا طقس متقلب إلى غائم جزئيا وأحيانا غائم وماطر، ترجع يتحول إلى صحو اعتبارا من بعد الظهر. على الساحل حرارة بتتراوح بين 15 و 27 درجة، الرطوبة بتسجل أقصاها 80%، أما سرعة الريح بتوصل ل 35 كيلومتر بالساعة. بالجبل عم تتراوح بين 11 و 19 درجة، أما بالداخل عم توصل أقصاها لل 25 درجة. جولتنا اللي بتاخذنا من شمال لجنوب بتفرجينا أكثر تفاصيل حرارة ببعض المناطق اللبنانية. منبلش مع كار 24، طرابلس 26، الأرس 13، الكورة 25 درجة، الهرمل 26، القاع 24، بعلبك 19، ريق 21 درجة. بجولتنا منوصل على جبال 24، فريا 19، جوني وبعبدا 27 درجة، وبيروت كمان عم بتسجل 27 درجة مثل ما ذكرنا، مع طقس متقلب إلى غائم جزئيا. زحل 23، 22 درجة بشتورة، 22 درجة كمان بعنجر. منكمل ومنوصل على جزين 26، رشاية 25، مرج عيون 26، بنت جبال 24 درجة، والختام عم بيكون مع بيت الدين 25 درجة، أما صيدا سور وكانا و 26 درجة. كيف راح يكون الطقس بالثلاث أيام الجايين؟ منشوف سوا. منبلش مع بكرة الخميس مثل ما ذكرنا، بيكون في عنا طقس غائم جزئيا وماطر وغائم أحيانا، مع حرارة تتراوح بين 20 و 27 درجة. لنهار الجمعة ارتفاع درجة واحدة تتوصل أقصاها لل 28 درجة، أما لنهار السبت انخفاض والحرارة عم تتراوح بين 23 و 26 درجة. على ارتفاع 1850 متر الحرارة عم تتراوح بين 6 وال 13 درجة. بعتوا لنا صوركم على اكونت الانستغرام والفيوتشر تي في ابلكيشن، اكيد شو ما كان طقسكم المفضل، لاقونا على طول على المستقبل. في دي ان اي بعد النشرة، يتناول نديم قطيش تصريح وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل الذي اتهم فيه إيران باحتلال بلدان عربية. الآن تذكير بعناوين النشرة. أرجوك يعني أنا مضطر دافع عن زملائي وعن الاجتماع. سجال في مجلس النواب أعقب توافق اللجان المشتركة على المساواة بين القطاعين العام والخاص بشأن السلسلة. عبقى رح نشعل سما بيروت بالإطارات المشتركة. أهالي العسكريين المختطفين يهددون بتصعيد تحركهم غدا بالتزامن مع جلسة مجلس الوزراء. وداعش يتراجع بضعة كيلومترات إلى الغرب من كوباني، وغارات التحالف الدولي تدمر مقرات يسيطر عليها. ابقى أن نشكر حسن متابعتكم، هذه النشرة، إلى اللقاء. إلى اللقاء. حتوصل على لبنان بأسرع ممكن إن شاء الله.